الخير واهلا بحضراتكم في المواجهه. النهارده مواجهتنا مع احد اشهر وامهر واشطر كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي. له اعمال كتير عظيمه، اعمال بتعتبر علامات فارقه في السينما وفي التلفزيون، في الدراما المصريه بشكل عام. من اشهر اعماله حتى لا يطير الدخان، من اشهر اعماله البطنيه وكلت البلح، ارجوك اعطيني هذا الدواء، ده على مستوى السينما، وطبعا غيرها كتير جدا من الاعمال، ولا يزال التحقيق مستمر. له طبعا في التلفزيون ايضا اعمال شهيره جدا زي لن اعيش في جلباب ابي، كلنا فاكرينه بالتاكيد، عائله الحاج متولي، العطار والسبع بنات، وغيرها كتير، زهره وازواجها الخمسه، يعني غيرها كتير من الاعمال. اذا اتكلمنا عن السينما فمش هقدر اعدلكم الاعمال، دول هم 105 فيلم ما شاء الله. بالنسبه للتلفزيون في 36 مسلسل بالاضافه للسهرات التلفزيونيه كمان اللي كانت بتتقدم في فتره من الفترات. كان له ايضا 20 فيلم تسجيلي، 40 كتاب ثقافه سينمائيه، تاريخ زاهر لما بنقول عليه من الجيل الذهبي للسينما والدراما في مصر وكتاب السيناريو في ذلك الوقت، الحقيقه هو فعلا من هذا الجيل العظيم. ضيفي هو الكاتب والسيناريست الاستاذ مصطفى محرم، هنتكلم معاه عن تاريخه، عن اعماله، عن ذكرياته. النهارده هو بيعمل ايه؟ مين لسه على تواصل معاه؟ اسمحوا لنا ارحب بيه. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حياتك من السيده زينب. ايوه. لسه بتروح هناك؟ لسه ليك قرايب هناك؟ ايوه، يعني معظم اهلي هناك، واخويا اللي اكبر مني هناك في من السيده زينب. موجود هناك. فاكر ايه عن الفتره اللي قضيتها وانت صغير في السيده زينب؟ دي اجمل فتره في حياتي، يعني فتره التكوين من جميع النواحي، لان السيده زينب كان فيها كل حاجة، يعني ايه انا عاوزها او بحلم بيها، يعني حتى مثلا بتوع الكتب، كان في سور في الاكشاك بتاعت اللي بيبيعوا الكتب اللي هي مستعملة موجود، حتى يعني اصدقاء ليا واخد الكتب اللي انا عاوزها حتى لو معيش فلوسها في نفس الوقت، يعني ايه على اقساط تفعلهم مثلا. فيهم السيدة زينب، فيهم أصدقائي، هم أصدقاء العمر فعلا، ولو أن أكثرهم يعني توفوا، وكلهم كانوا مثلا يعني من علماء مصر في من الناحية العلمية، ويعني زي مين؟ يعني مثلا الدكتور سامي سليمان، ده مثلا ده كان خبير المياه الجوفية مثلا، أستاذ من الأساتذة الكبار قوي. الدكتور سيد عبد البر مثلا، ده كان خبير الصناعات الغذائية وتفوق على الأجانب، يعني كان الحقيقة كان مجموعة يعني عظيمة منهم. وطبعا والدكتور مصطفى محمد علي دوت كان برضو أستاذ في الاقتصاد والتجارة، ده برضو كان من المشاهير في ذلك الوقت. بتقولي انه السيدة زينب وعيشتك هناك وحياتك وطفولتك ساهمت بشكل كبير في تكوينك، ايه اللي بتتميز بيه منطقة زي السيدة زينب وغيرها طبعا المناطق الشبيهة، يعني بتفرق ازاي مع الانسان؟ اللي هي المنطقة الشعبية اللي فيها كل انواع البشر بتلاقيهم، اللي بيبقى فيها كمان العادات والتقاليد واضحة جدا في الناس، متمسكين بيها. منطقة مثلا فيها مساجد، بس طبعا اشهرها السيدة زينب. السيدة زينب فيها، كان فيها تقريبا حوالي 6 دور عرض سينما، الشرق والاهلي والهلال وزيس ووهبي، كل ده كان طبعا يعني بالنسبة لي شيء كبير قوي، يعني الثقافة السينمائية متاحة ليا، بتفرج على الأفلام كلها وبأسعار زهيدة جدا. يعني السيدة زينب اللي هي منشأ عظماء مصر، توفيق الحكيم من السيدة زينب، يحيى حقي من السيدة زينب، يوسف السباعي من السيدة زينب، طبعا أهل الفن بقى الممثلين، يعني فريد شوقي كان تقريبا جار لينا، شكري سرحان، حسن يوسف،
يعني ناس كتير، كمال الشناوي، كل دولت من السيدة زينب. لذلك السيدة زينب بقول دي منطقة عظماء مصر. كنت طفل شقي يا استاذ مصطفى وانت صغير؟ جدا كنت طفل جدا. زي يعني ايه ما يعني مظاهر الشقاوة اللي كانت عندك؟ كل حاجة، ولسان طويل حتى كمان كده برضو. لاني لساني على طول فالت. ويعني ايه، كنت مدلل الى حد ما، رغم ان انا مثلا انت نمرة اتنين في اخواتك، انتوا سبعة؟ انا نمرة اتنين. نمرة اتنين بس. ايه يعني ايه يعني ما انتش مثلا اخر العنقود فتعبنا مع الكبار؟ ما انا قعدت تقريبا اخر العنقود مدة طويلة، حوالي 9 سنين. فعشان كده اتدلعت يعني. اتدلعت. بعد كده بقى جم بقى الباقي. فما فيش دلع بقى يعني. طب بس كنت شقي، كنت بتزوغ صحيح من المدرسة كل يوم خميس؟ يعني عندك ميعاد تقريبا؟ علشان اللي كان في مسلسل سينمائي في سينما وهبي كل اسبوع، مثلا نقول عليه الشجيع اللي هو بطل المسلسل، شجيع السيما يعني، بيبقى ايه محطوط في مشكلة فظيعة جدا، نقول خلاص ده انتهى، فلازم نروح الاسبوع اللي بعديه علشان نعرف ايه اللي حصل بقى. فكنت بتروح في ميعاد ثابت كل اسبوع يوم الخميس وبتزوغ. ما كانش بيحصل مشاكل بسبب الموضوع ده؟ بيجيبوا بقى ولي الامر؟ يعني المدرسه بتتعامل ازاي معاك وانت بتزوغ؟ المزوغين كتير يعني، وبعدين تعودوا بقى. يعني ما كانتش مشكله، وطبعا كان المدرسين بيتبسطوا قوي لما العيال تزوغ. ليه بيتبسطوا لما العيال تزوغ؟ مش هيقعد بقى، مش هيشتغل. طب والبيت، العيلة كانوا عادي بيبقوا عارفين انك مزوغ؟ لا. ما بيعرفوش. حصل اي مرة واتقفشت؟ لا. ما حصلتش. قلت لهم بعد كده لما كبرت؟ غاوي سينما من صغرك يا استاذ مصطفى؟ يعني غاوي تروح السينما تشوف الاعمال تتابع؟ كانت عمتي ساكنة فوق سينما الهلال الصيفي. فكنا لما نبص من الشباك او البلكونه بتاعت شقتها نشوف السينما كاننا قاعدين في البلكون. فدي كانت بالنسبه لنا سينما مجانا. فكل اسبوع بنشوف فيلمين عربي مصري، واحيانا نشوف الفيلمين دولت يعني ايه مرتين ثلاثه على حسب ما بنروح عند عمتي. فكنت بتروح لها يعني؟ تروح لها زيارات، تروح السينما من عندها وهكذا. اول ارهاصاتك في الكتابه، كتبت قصه قصيره ودخلت بيها نادي القصه كمان. يعني اللي شجعني ان كنت مثلا في ماده الانشاء ان كنت اخد نمر عاليه قوي، كنت شاطر فيها قوي. يعني ايه 9 من 10، 8 من 10، 8.5، زائد ان ايه المدرسين اللغة العربية كانوا يقولوا لي انت يعني هتبقى كويس في الكتابة. فده طبعا، زائد بقى الحاجات اللي في البيت المشجعة، وابص مثلا والدي غاوي قراية قوي، واخويا الكبير غاوي قراية قوي، وانا يعني كل ده يعني ايه يمكن خلاني يبقى لي اسلوب في الكتابة. فطبعا ابتديت اكتب القصص القصيرة وما كنتش انشرها يعني، انما بعد كده بقى لما تقريبا يعني حسيت ان انا بكتب حاجة ذو قيمة، فقدمت في نادي القصة في المسابقة بتاعتها وخدت نمر كويس يعني، ارقام كويسة. فاكر كانت عن ايه القصة القصيرة اللي دخلت بيها المسابقة؟ موضوعها تقريبا كان عن ايه؟ انا فاكر تقريبا علاقة امرأة بقطة مربيها وبتكلمها دايما تقول لها عن احاسيسها ومشاعرها وبتاع. في البداية كان يعني في وقت لسه في البداية ولسه ما بقاش عندك الخبرة وكده، كان بيبقى صعب انك تختار الموضوع اللي تكتبه، ولا كانت بتجيلك فكرة الموضوع ازاي يا استاذ مصطفى؟ بالنسبة لإيه؟ يعني لما تيجي تكتب مثلا القصة بتاعت السيدة دي مع القطة، الفكرة جات لك ازاي؟ يعني كان بيبقى هي فكرة وبتيجي، ولا بتشوف موقف قدامك مثلا وبتبني عليه، ولا كانت بتيجي ازاي؟ هي بتيجي طبعا
انا بتكلم في البدايات قبل ما يبقى فيه الخبره. دي بتيجي من الناس اللي عايشين حواليا. يعني مثلا انا فاكر برضو كان في قصه لواحد عن واحد سواق اتوبيس ومراته، كنت بشوفهم دايما وبتاع ومش عارف، فاوحوا لي برضو بقصه. مثلا الراجل اللي فاتح محل عجلاتي مثلا، اروح يحيي لي برضو بفكره معينه اروح كاتبها. يعني البيئه والمكان كان ليهم تاثير كبير قوي في اختيار الموضوع. وكنت كان هدفك تكون ايه لما يعني انه لما تتخرج تشتغل ايه؟ اديب. كنت يعني ايه كاتب قصه، يعني بقعد نفسي ان انا اكون اديب زي يوسف السباعي، زي توفيق الحكيم، زي محمد عبد الحليم عبد الله. يعني ايه اللي انا كنت بقرا لهم بقى لما ابتديت يعني ايه اهتم بالادب المصري. وليه ما حققتش ده يا استاذ مصطفى؟ يعني صحيح ما بعدتش كتير وكاتب سيناريو وعملت اعمال كبيره جدا، لكن ليه ما اتخذتش بالذات الطريق اللي كان نفسك فيه؟ لاني انا بعد ما خلصت اشتغلت مدرس القوى العاملة تقريبا. لا مش القوى العاملة، انا كان في مسابقة بالنسبة للمدرسين. فاشتغلت مدرس لغة انجليزية لمدة 4 اشهر. وفي نفس الوقت كان لي صديق اللي هو رأفت الميهي. ده كان زميل حياتك في المدرسة صحيح؟ كان زميلي من الاعدادي. برضه كنا ماشيين مع بعض لغايه ما خلصنا وبتاع، واشتغل برضه مدرس، بس هو بقى ايه قدر يدخل معهد السيناريو وتعرف بصلاح ابو سيف. وفي الوقت دوت كان ايه الدوله قررت انها السينما تبقى تبعها. فانشات اول شركه انتاج سينمائي كان اسمها فيلم انتاج. و صلاح ابو سيف كان دايما يقول ان مشكله السينما ان كتاب السيناريو، ان ما فيش كتاب سيناريو جيدين بحيث ان يقدر يعملوا مثلا 60 فيلم. كان ايامها بقى الانتاج بيبقى كبير، وان اللي موجودين 4 بس، اللي موجودين كويسين 4، فيها طبعا ناس كتير بس يعني ايه كانوا بيعملوا افلام سيئه. ففكر ان هو يختار مجموعة من الشبان المثقفين اللي متخرجين من الجامعات والمعاهد الفنية يعمل حاجة اسمها قسم القراءة والإعداد. ومن خلال معهد السينما، معهد السيناريو، قدر رأفت الميهي انه يتعين في القسم ده. وقال لي صلاح ابو سيف، قال له انا في صديق ليا مثقف جدا ويا ريت نجيبه هنا معانا. قال له ها. فرحت طبعا قابلت صلاح ابو سيف واتكلمت معاه، واداني روايه اسمها شمس الخريف لمحمد عبد الحليم عبد الله، وقال لي ايه اكتب لنا تقييم. يعني هي طبعا ايه كنوع من الاختبار، بس هو يعني ما قاليش انه اختبار طبعا. فكتبت له تقييم ليها في 3 صفحات وقراهم، عجبوه قوي وقال لي انت معانا باذن الله. وكانت البدايه، كانت دي البدايه. دي بقى هي دي يعني اللي عملت الايه النقطه الفاصله في حياتي. لا يعني تحويل المسار. انا كنت مقدم ايامها حتى في وزاره الخارجيه اللي هو الملحقين الدبلوماسيين. كنت مقدم في الخارجية، كان من ضمن يعني عشان عاوز اهرب من التدريس. فقلت اروح الخارجية. ونجحت في الامتحان التحريري، كان ناقص الشفوي. فلما جه وصلاح ابو سيف قال لي يعني انت معانا، بقيت سعيد جدا جدا جدا. قلت لا مش عاوز ابقى سفير ولا اي حاجة، انا عاوز ده. الفن والتأليف والحاجات دي. واخدت بقى الطريق. طب قبل ما نروح للطريق ده، بس حياتك دخلت اداب انجليزي؟
يعني ورغم ان والد حياتك كان نفسه انك تخش حقوق، ليه اخترت اداب انجليزي؟ هل برضو يعني فكره مجموع ولا لا، ولا على اساس انه ده ممكن يكون مرتبط شويه او قريب من الهوايه اللي موجوده عندك؟ انا كنت في الفتره ديت اللي هي الفتره بتاعت الثانويه العامه وبتاع ده، كنت عمال اقرا كتير. بس ايه، مفيش منهج في القرايه، فانا قلت ايه، اخش كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه، هستفيد لغه وهستفيد في نفس الوقت برضو منهج ينظم لي القرايات اللي انا قريتها. والدي طبعا كان يهمه القضايا بتاعته وبتاع، خاصة انه هو كان من ذوي الاملاك وبتاع وعنده اراضي وبتاع وحاجات من دي وعنده مشاكل. ف انا طبعا قلت له لا، انا هخش قسم انجليزي، يعني هخش قسم انجليزي مفيش فايدة. كنت بتحب اللغة الانجليزية وكنت متفوق فيها، شاطر فيها. وبعدين ايه، كان ايامنا في حاجة اسمها أدب إنجليزي وأدب جغرافيا وأدب عربي وأدب بتاع، يعني بناخد مادة زيادة اسمها مادة تخصص. فكنت واخد مادة اللغة الإنجليزية، وجبت في الثانوية العامة نمر كويسة وقبلت على طول في قسم اللغة الإنجليزية. ما القسم ده ما بحدش يخشه على طول، ده بيعملوا له امتحان كمان دلوقتي. ابن حضرتك دكتور حسين برضو خريج نفس الكلية ونفس القسم وبيدرس كمان هناك، وخد نفس طريق ايضا كتابة السيناريو. ده ايه، ده القدر ولا ده تشجيع من حضرتك ولا ده حصل ازاي؟ انا علاقتي بابني يعني استنى لغاية ما هو يقول لي انما لا يمكن افرض عليه شيء. فهو كان ممكن ما تفرضش، بس ممكن يعني تحببه فيها بشكل غير مباشر. ولا كده كمان، هو كان قسم علمي في الثانويه العامه، وطبعا كان في مدرسه انجليزي، فما جابش مجموع الطب اللي هو بيبقى ايه امل كتير من التلامسه. فايه جاب مجموع كليه العلوم. ما كانش هو متحمس. وبعدين قلت له شوف، ما دام انت بقى مش متحمس للناحيه العلميه دي قوي، خليك في الناحيه الادبيه لو عاوز. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له انا في رايي تخش قسم اللغه الانجليزيه في كليه الاداب. فاقتنع ودخل. وبعدين وهو في القسم بقى كانوا بيطلعوا مجله بتاعت القسم اللغه الانجليزيه، فكتب فيها قصيده ووراني القصيده، فانا قريتها لقيتها يعني مستواها كويس. قلت له شوف، هي مستواها كويس بس انت مش هتبقى لا شكسبير ولا تي اس اليوت، دول اكبر اتنين شعراء في انجلترا، شكسبير واليوت اللي هو في العصر الحديث. فقال لي اعمل ايه؟ قلت له انت ممكن تبقى احمد شوقي لو كتبت باللغه العربيه. فابتدى بقى يكتب الشعر باللغه العربيه، وكتب الاغاني بقى اللي هي غناها عمرو دياب وحماقي ومش عارف ايه المشهورين دولت. وبعدين انا فوجئت انه هو قال بيعرف يكتب مسلسلات ودراما وبتاع ده. طبعا ما هو لازم، ده واخد دكتوراه في الدراما. فالشركه اللي انا كنت بشتغل معاهم فيها راح من ورايا وقدموا حاجات وبتاع ده. فلما عرفت حتى قلت لصاحب الشركه ايه ده، مش تقولوا لي؟ قال طلب مننا ما نقولش. ما نقولش. وبعدين انا عاوز اقول لك حاجه، قال الواد ده احسن منك. يعني انا فاكر قلت له شيء عظيم جدا، يا ريت. دي حاجه تسعد اي اب طبعا.
لو اتقال لك على اي حد تاني ده احسن منك تتضايق، لكن الابن ما حدش حد يحب، ما حدش يحب، لكن الاولاد بالتاكيد. أيوة حاجه طبعًا. تانيه طبعا ربنا يوفقه يا رب. طيب اسمح لي نروح لفاصل استاذ مصطفى. أيوة. وبعد الفاصل نرجع مع اول الكتابات والاعمال الخاصه بيك اللي تحولت لعمل بالفعل، وانا عارفه انه اول حاجه كانت سهره تلفزيونيه. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع الكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ مصطفى محرم. استمروا. اهلا بحضراتكم مستمرين في مواجهتنا مع الكاتب والسيناريست الاستاذ مصطفى محرم. اهلا مره تانية بحضرتك. عايزينك تكلمنا عن اول تجربه حقيقيه اصبحت عمل فعلا وخرج للنور. دي كانت سهره تلفزيونيه اسمها نفس مدمره. احكي لنا عن التجربه دي جات لك ازاي. واحنا بنشتغل في شركه الانتاج دي اللي هي فيلم انتاج، فكان بيجي المخرجين بتوع التلفزيون عشان نفسهم يخرجوا للسينما، فبيجوا بقى يترددوا وبيقدموا موضوعات وبتاع، فبيجوا عند فين؟ في قسم القراءه والاعداد اللي انا فيه موجود فيه. موجود فيه فاحنا اتعرفنا عليهم وهم بقوا يجوا ويرجوا معانا وبتاع ده. ف يعني قلت ايه، طب ما نتعلم نشوف بالتمثيليه التلفزيونيه دي بتتكتب ازاي وبتاع. فكانوا يقولوا لنا بتتكتب ازاي، وكانوا بيخلونا نروح نتفرج عليهم وهم بيشتغلوا، لغايه لما خدنا فكره كويسه انا ورأفت المي، انا فاكر، عن التمثيليه التلفزيونيه. فجربت، قلت طب نجرب. انا خدت قصه ليوسف السباعي كان اسمها نفس المدمرة من مجموعة اسمها هذه النفوس. واشتغلت فيها لغاية ما خلصتها، وبعدين اديتها لصلاح ابو سيف عشان يقراها ويراجعها. فصلاح ابو سيف قراها وشطف فيها حاجات وزود حاجات وبتاع ده، بالظبط كأنه يعني بيصلح حاجة. يقول لي كان لازم هنا تعمل كذا وهنا تعمل كذا وبتاع ده، لغايه لما اتوضبت، قعدت كتابتها وتوضبت واديتها للمخرج ابراهيم الصح وقراها عجبته، وكانت دي اول عمل. ده كان اول عمل تلفزيون. بقولي له استاذ صلاح ابو سيف، بحكم طبعا انه بدايتك كانت معاه، يعني كان عامل ازاي كاستاذ كبير وطبعا يعني من رواد السينما في مصر، كان عامل ازاي وكنت بتستفيد منه ازاي يا استاذ مصطفى؟ شوفي انا كان فكرتي في الفتره دي عن السينمائيين انهم يعني ناس ثقافتهم محدوده وناس على قدهم من الناحيه دي. لما اشتغلت مع صلاح ابو سيف لقيته اولا راجل بيقرا بالفرنساوي وبيقرا بالانجليزي وراجل مثقف جدا، وفي نفس الوقت راجل عنده رؤيه وطموح، بيحب السينما قوي لدرجه ان قال انا عاوز اطعم السينما المصريه بكتاب سيناريو جداد وعلى مستوى. فلذلك يعني احتضني انا ورأفت الميهي من ضمن 11 واحد كانوا بيشتغلوا في القسم ده. فكان تقريبا بيدينا زي الدرس الخصوصي ان احنا نيجي قبل الشركه، ميعاد الشركه ما تبتدي، كل واحد يقعد معاه ساعه ويديله واجب في السيناريو يعمله حاجات يعني احنا عارفين انها مش هتتعمل افلام، انما هو بيوحي لينا بالحكايه ديت علشان نبذل جهد كبير، لغايه لما اتمرنا قوي على الكتابه. فاسند بقى لكل واحد فيلم، فانا كان من نصيبي فيلم اصلا كان مكتوب وكان مكتوب وحش قوي، وقال لي انت بقى اشتغل فيه. عيد كتابته. عيد كتابته. ده كان وداعا ايها الليله. مع الاستاذ شكري سرحان. وقعدت كتابه هذا الفيلم. ونهاد شريف. ونهاد شريف، فاكر التجربه دي كانت عامله ازاي؟ اول فيلم ليك واول تعامل ليك بقى مع السينما.
واستاذ شكري سرحان طبعا استاذ كبير، ومدام ناهد شريف. ده اداني ثقه بنفسي. كنت صغير يعني حوالي 22 سنه. ياه سن صغير جدا. يعني يمكن اصغر سيناريست على مستوى العالم العربي، يعني صغير سن الصغير ده. كانوا بيتعاملوا معاك ازاي في السن الصغير النجوم الكبار دول؟ باحترام شديد جدا. ليه بقى؟ الثقافة بتلعب دور مهم. لما تتكلمي مع نجم او بتاع ويحس انك مثقفة يعاملك بقى باحسان. مش واخدني ان انا واحد هايف او سنه صغير. ان سنه صغير يعني. حتى انا فاكر ان كان توفيق الدقن ومحمد توفيق، انا اشتغلت بقى مساعد مخرج في الفيلم ده. فكانوا مستصغريني وايه وابتدوا ايه هيهزروا معايا وبتاع، فوقفتهم عند حدهم. توفيق بعد كده بقى صاحبي جدا يعني. فنزل الفيلم اتكتب عنه كويس، وحتى انا فاكر قالوا ان ده يعني ايه يعني اسلوب مختلف في السينما المصريه. انه حسوا انه اللي كاتبه يعني في يعني الفيلم فيه نوع الروح الشابه اللي كاتبينه. حضرتك بعد كده توالت طبعا كتبت سيناريوهات لاعمال ادبيه كتير لكبار الادباء وقتها، يعني كل الاسماء، يعني عندك يوسف السباعي، احسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، كله الحقيقه، واسماء تانية كتير. هو اللي حصل بعد كده ان صلاح ابو سيف ساب الشركه ومشي، وجي سعد الدين وهبه. ما اعرفش يعني ليه سعد الدين وهبه خد موقف مننا غريب ومرضيش يعني يدينا اعمال تانية، فسبتوا الشركه. فلا احنا فضلتوا موجودين فيها. ابتدينا رجعنا تاني نشتغل في التلفزيون. عملنا اعمال كبيره. بعد كده بقى اعتمدنا على نفسنا بالنسبه للسينما. وكانوا بقى اللي بيتعلموا في معهد السينما المخرجين جم اشتغلوا معانا في الشركه. فانا ارتبطت باشرف فهمي المخرج وبعلي عبد الخالق في الفتره دي. عملت مع علي عبد الخالق فيلم اللي هو اغنيه على الممر، ومع اشرف فهمي ليل وقضبان. فيلمين دولت حققوا نجاح فني رهيب، وطلعوا مهرجانات وخدوا جوائز وبتاع ومش عارف ايه. فالمنتجين خدوا مننا موقف، قال لا دول الجماعه بتوع مهرجانات وبتاع يعني افلامهم ما تمشيش. دايما كان عندنا المقوله دي انه ده فيلم مهرجانات ما يمشيش مع الجمهور. مع ان دي مش العقيده بقى بتاعتي. فقعدنا تقريبا سنتين ما نشتغلش. فاشرف فهمي قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له بقول لك ايه؟ احنا هنعمل الافلام اللي بيعملوها دي، بس هنعملها احسن منهم. اللي هي افلام الشباك بقى. افلام الشباك. وابتديت. بداتوا بايه؟ امراه عاشقه مع شاديه. شاديه كانت ايامها عملت كام فيلم ما نجحش وبتاع مش عارف ايه. قلت له لا هنجيبها وهتنجح. فجبناها فعلا، حتى هي اما قرت لقيت شيء مختلف تماما عن اللي لقيته، دور جديد بالنسبه لها يعني. فنزل الفيلم بتاعها ضرب، رحنا عاملين لها فيلم تاني عن روايه لثروت اباظه امواج بلا شاطئ. وهجموا علينا المنتجين اللي هم كانوا رافضيننا.
اشتغلت اعمال كتيره جدا مع مدام نبيله عبيد ومدام ناديه الجندي، وكانت الحقيقه كلها اعمال كبيره واعمال مهمه وناجحه، وكانوا النجمتين دول وقتها الحقيقه في منافسه فنيه ما بينهم، وكانوا النجمتين هم يعني كل واحده فيهم نجمه مصر الاولى ونجمه الجماهير. كلمني عن كل واحده فيهم بتختلف ازاي عن الثانيه، او ايه اللي بيميز كل فنانه فيهم؟ شوفي ناديه الجندي انا ما شفتش لحد دلوقتي واحده بتحب شغلها زيها. من اول الفيلم وهو فكره لغايه الفيلم ما يتشال من السينما، وهي بتبقى يعني في حاله ما تتصوريش قد ايه، وتقرا السيناريو وتناقش كويس جدا، وفي نفس الوقت عندها غيره فنيه، غيره بقى. نبيله عبيد بيبقى اعتمادها الكلي عليا انا والمخرج. وتثق في السيناريست والمخرج وتسلم لهم نفسها. وتدعي ساعات عدم الفهم عشان تشرح لها اكتر. يعني بنوع من الخبص يعني كده. علشان تاخد الفكره منكم. عاوزه تاخد كل حاجه. انما مثلا ناديه تقول ايه رايك لو عملنا كذا؟ تقترح. مدام نبيله لا تلتزم باللي يقوله السيناريست والمخرج. وعاوزه ايه؟ اللي انا مثلا يمكن مثلا عندي ربع شيء كده برضه تروح مطلعه. ايه حكايه ان حضرتك اول من اعطى فرصه البطوله والدور الاول للاستاذ احمد زكي في فيلم البطنيه، وانك هددت انه لو ما عملش الفيلم ده هتمشي، هتاخد الورق وتمشي؟ كان فيلم البطنيه اول فيلم اشتغله مع ناديه الجندي، وجوزها كان هو المنتج. فبعد ما خلص بقى السيناريو وجابوا حسام الدين مصطفى، فراح هو مقترح لاول مره، يعني لقيته بيقترح ممثل كان نجح معاه في فيلم كده اهوت وبتاعنا. فقلت لهم لا، ده الممثل ده الدور ده الممثل بتاعه موجود. مين؟ قلت لهم احمد زكي. فحتى جوز ناديه قال احمد زكي مين؟ قلت له في ولد كويس عمل ادوار كده اهوت صغيره، بس هو ده سفروت اللي في خيالي. قالوا لا ده هنجيب لك احسن منه ومش عارف. قلت لهم لا هو ده، يا ده يا مع السلامه، انا مع السلامه. فالمهم انه ايه جابوا لغايه ما الفيلم خلص، وجينا كنا عاملين عرض خاص في سينما اوبرا، والناس دخلت وبتاع ومش عارف ايه. بعد الفيلم خرج احمد زكي على اكتاف اللي كانوا ايه بيتفرجوا، قلت لهم شايفين؟ فكان ايه رهاني، الرهان بتاعي انا كان مظبوط. جينا كان فيلم اسمه الراقصه والطبال. الفيلم ده قصه احسان عبد القدوس، نبيله شاريها، مدام نبيله عبيد شاريها. فقرينا لقيناها ايه تنفع لعادل امام قوي، ادينا القصه لعادل امام اتبسط وقال خلاص نشتغل على هذا الاساس. قال ربنا يوفقكم. خلصنا السيناريو ورحنا ادينا السيناريو لعادل امام، سيبناه يومين رحنا له تاني، ف لقيناه بيفاجئنا مفاجاه غريبه قوي. قال عاوز يعمل الدور بتاع عادل ادهم. ف يعني طب احنا كلمنا عادل ادهم خلاص يعني وبتاع، وبعدين ما هوش البطل الراجل الواد الطبال اللي احنا عاملين على هذا الاساس. قال لا انا عاوز اعمل دور ناجح ده ولا ناصح.
خدني ونزلنا، سيبنا بيت عادل الإمام ونزلنا. وبعدين تحت قال لي، قلت له هنعمل ايه؟ قال لي هجيب محمد صبحي. فهو اتصل بمحمد صبحي، فمحمد ايه قال له اشرف انا هفتح المسرحية الجديدة وبتاع، ومش هبقى فاضي ان انا اعمل اي حاجة. فجي قال لي طب وبعدين؟ قلت له شوف بقى، في ولد انا جبته في البطنية ونجح قوي. قال لي مين؟ قلت له احمد زكي. يعني لقيته مش متحمس، قلت له بس بقول لك ايه، هو ده بقى الطبال. فجبنا احمد زكي وخلينا يتمرن على الطبلة لمدة شهرين وبتاع ومش عارف ايه، وعمل الدور هايل هايل. خلينا نروح لفاصل استاذ مصطفى، وبعد الفاصل نرجع نكمل الجزء الاخير من حوارنا ونتكلم عن باقي اعمال حضرتك. يعني هي اعمال كتير ما شاء الله، نتكلم كمان عن التلفزيون والاعمال اللي اثارت جدل. ايه الاعمال اللي النهارده لما بتبص لورا تقول لا انا كان ممكن ما اقدمش العمل ده؟ ايه الاعمال اللي فخور جدا ان انت قدمتها وشايف ان دي كانت رهان كسبان؟ خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل الجزء الاخير من حوارنا مع الكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ مصطفى محرم. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في المواجهه مع الاستاذ مصطفى محرم الكاتب والسيناريست الكبير. اهلا بيك مره ثانيه يا استاذ مصطفى. قدمت اعمال كتير، منها اعمال كمان تلفزيونيه كانت ناجحه جدا، يعني لن اعيش في جلباب ابي، عائله الحاج متولي، العطار والسبع بنات، وغيرها كتير من الاعمال وسهرات تلفزيونيه. وقت ما ظهر لن اعيش في جلباب ابي، كنت متوقع وقت ما عملته كل هذا النجاح اللي نجحه؟ لا، انا كنت في الفتره ديت في حالة نفسية سيئة، كانت السينما بقى يعني ابتدت بقى تلفظ أنفاسها، ومفيش شغل يعني زي الأول. فلقيت ناهد فريد شوقي كلمتني قالت لي في قصة عاوز أعملها مسلسل تلفزيوني وبتاع ده. فقلت لها ايه قصة ايه؟ قالت لي في قصة لإحسان انا هبعتها لك، اللي هي لن اعيش في جلباب ابي وبتاع. فجابت لي القصة وقارتها، مش لقيت نفسي برضو مش متحمس ليها. القصة ما فيهاش حاجة، يعني ده علاقة بين ولد وابوه، والولد عاوز يسافر امريكا والاب مش عارف ايه، يعني ما شدتكش؟ ما شدتني، ما فيهاش قماشه كبيره زي ما بيقولوا. ده مسلسل يعني هيبقى مثلا على الاقل 30 حلقه، 30 حلقه على الاقل. ف قالت لي معلش حاول فيها وبتاع. فايه رحت عامل لها معالجه. جينا بقى ايه مين يعمل البطوله؟ فانا قلت لهم محمود عبد العزيز. فمحمود ما كانش فاضي، كان مشغول وقت، كان مشغول في الوقت ده. فجبنا نور الشريف، بعت المعالجه لنور ارى، فلقيته بيكلمني قال لي مصطفى انا ما دوري ما فيهوش، ما فيش دور. قلت له بقول لك ايه، استنى اسبوع وهبعت لك يعني ايه حلقتين ثلاثه كده اهوت ايه تقراه. قال لي طيب. ف بعتنا له بعد كده الكام حلقه اراها، لقيته بيكلمني صفا انا معاكم. فعرفت ان في نور الشريف هو البطل، ودي بتبقى مهمه قوي بالنسبه لي، لان ببقى دول صحابي وعارفهم كويس وعارف امكانياتهم وعارف اما اديله مثلا حوار معين هو هيقوله كويس قوي بالشكل ده. فجينا بالنسبه لدور الست، فانا يعني رشحت معالي زايد اظن، معالي زايد ومش
عارف رشحت مين تاني، بس ايه قلت دي لو في الحارة كانوا حد هيتجوزها، واحد من التجار وبتاع ده، يعني عايزين واحدة ما هياش مغرية قوي. فلقيت احمد توفيق قال لي سيبني انا بقى ايه، انا عندي واحدة كويسة قوي. قلت له مين؟ قال لي عبلة كامل. قلت له ما اعرفهاش، كنت شفت لها اي حاجة. قال لي خلاص سيبها لنا. وفعلا جت عبلة هي ونور، عملوا دور رهيب هما الاثنين، يعني كانوا عظماء بصراحة. طبعا يعني رغم كده انا المسلسل ده ما كانش ايه في دماغي انه ايه هيضرب ينجح كل النجاح، ينجح ده النجاح ده. بصيت لقيت نجاح رهيب ما حصلش في الفترة دي لأي مسلسل. وإيه وعلى مستوى العالم العربي، مش مستوى مصر لا، ده كمان على مستوى العالم العربي. جيت عملت بعد كده عائلة الحاج متولي. عملت بعد كده هو رد قلبي. رد قلبي. رد قلبي. بس ما خدش النجاح يعني ايه المفروض كان ياخد. زي جلباب قبل. زي جلباب قبل. بعديه بقى عملت الحاج متولي. الحاج متولي زعلت ناس كتير منك؟ انا بتكلم تحديدا فكره انه راجل ومتجوز اربعه وكلهم عايشهم في نفس المكان. انا فاكره وقتها المسلسل ده انه عمل حاله جدل، ويمكن اكتر الناس المعنيه بحقوق المراه وكده يعني غضبوا من المسلسل. عمل لك جدل؟ عمل لك مشاكل وقتها المسلسل ده يا استاذ مصطفى؟ مشاكل فظيعه. لدرجة انهم يشتكوا لصفوت الشريف وزير الاعلام وقتها، وزير الاعلام فلان، قال لهم اللي عنده حاجة نعمل له برنامج ونتكلم. فاتعمل كذا برنامج وانا فيه، وانا عمال بالظبط زي ما يكون واحد في حرب وايه بيخلص اول باول كده. لدرجة ان ايه من ضمن البرامج كان في واحدة مهمة قوي في مؤسسة المرأة او في حقوق المرأة، حقوق المرأة والحاجات دي. فهي ايه قاعدة جنبي وكل شوية تبص في الساعة قبل ما نبتدي البرنامج. قلت لها ايه بتبص في الساعة كل شوية كده ليه؟ قالت لي معادي المسلسل عاوز اشوف. دي اللي جاية المفروض ضد ال بس يمكن عايزه تشوفه عشان تنقده، مش إيه؟ يعني مش شرط تكون عايزه تشوفه من باب الحب، عايزه تشوفه عشان تعرف اللي بيحصل فيه. قابلتها حتى بعد كده اهوت، كنا في معرض الكتاب، فحكيت لها على الحكايه دي. قالت لي طبعا ده انا كنت هتجنن عليه. قالت لي ده مسلسل هايل. بس هي بقى بتكلمني مش بصفه بقى رسميه بقى وبتاع، لا ده بتتكلم عادي يعني. كويس. وتوالت الاعمال وكانت كلها اعمال ناجحه يا استاذ مصطفى، في اي اعمال النهارده لما بتبص لورا بتندم ان انت عملتها؟ لا مفيش، كل الاعمال عملتها راضي عنها. لسبب بسيط، لان كل عمل يعني بياخد حقه قوي. يعني الاتقان ده مهم جدا، واعاده الكتابه مهمه جدا في المسائل دي. فلذلك وبعدين يعني انا ببقى ايه متابع العمل وهو بيتنفذ وهو بتاع والمناقشات والحاجات ديت، فبيطلع في النهايه عمل جيد. بيطلع عمل جيد. مين من الفنانين اللي اشتغلت معاهم لسه على اتصال بيهم لحد النهارده؟ كل الناس تقريبا اللي انا اشتغلت معاهم، يعني ناديه الجندي، نبيل عبيد، كان طبعا محمود عبد العزيز كان الله يرحمه، وكان نور الشريف برضو يعني صديق عزيز، ويعني كل الناس اللي خدوا ادوار كويسه عندي. يعني انا قعدت افكر كده لقيت اني كل واحد اشتغلت معاه انا عملت له احسن اعماله. يعني ما تراجع الاعمال بتاعته كده تلاقي ايه الحاجات اللي انا عملتها له هي دي احسن اعمال. بتشوف ان النجوم الكبار الاعمال بتاعتهم الناجحه اكتر بتلاقي ناحيتك اللي عملتها. ايوه بالظبط.
وبالتالي راضي يعني عن الأعمال اللي عملتها لحد النهاردة. الحمد لله. الحمد لله. إيه اللي بيتضمنه كتاب حياتي في السينما اللي هو الخمس أجزاء؟ كيف صنعت هذه الأعمال؟ وإيه المشاكل اللي كانت فيها؟ وإيه إحنا كنا عاوزين نقول إيه؟ ورأيي في الممثلين. كل شيء يعني هو أنا بعتبره دائرة معارف سينمائية. وعملت برضو كتاب بقى حياتي في التلفزيون. حياتي في التلفزيون. برضو الأعمال التلفزيونية. الأعمال التلفزيونية. النهاردة بتعمل إيه؟ بتقضي وقتك إزاي؟ بتملى وقتك إزاي؟ بتكتب لسه يا أستاذ مصطفى؟ طبعا. بتكتب. بتكتب إيه دلوقتي؟ أنا بكتب مقالات في الأهرام. والأخبار. والأخبار. المصري اليوم. والمصري اليوم. مقالات برضو في الفن والثقافة والحاجات دي. وعندي أعمال تنتظر التنفيذ. عندك أعمال جاهزة كاتبها جاهز. فعلا. عندي أعمال جاهزة. موضوعاتها إيه أو عن إيه؟ اللي هي الموضوعات الاجتماعية اللي الناس بتحب تشوفها. سينما ولا تلفزيون الأعمال اللي عندك اللي كاتبها؟ الاثنين. عندك الاثنين. يعني مش لسه محتاج تكتب، الاعمال جاهزه وموجوده للانتاج على طول. يعني في فيلم هنخشه باذن الله انا وعلي عبد الخالق. هايل. ومين الابطال؟ لسه. موضوعه ايه او في اي اتجاه الفيلم؟ ما هو انا مش عاوز اتكلم في موضوعه. ايوه. لاني ما نحرقهاش. بيتسرقوا الموضوعات. ما هو يعني ده انا اديت ممثله من الولاد الجداد دولت ملخص راحت اديته لحد تاني. طيب والفيلم اللي جاهز ده معاك وخلاص شركه انتاج؟ يعني بقصد فيه خطوات حقيقيه خلاص للتنفيذ؟ بنعمل نظام جديد في الانتاج. بمعنى ايه؟ انتوا اللي هتنتجوا؟ النقابه هي متوليه العمليه. اوكي. ومش هناخد فلوس في الاول زي ما عملنا في اغنيه على الممر. زي ما عملته مع الاستاذ محمود ياسين زمان. ايوه بالظبط. ايه الاقرب بالنسبه لك في كل الاعمال اللي كتبتها؟ مش بتكلم على العمل، انا بتكلم على نوعيه الاعمال الاجتماعيه، الكوميديه، التراجيديه، يعني ايه اكتر نوع او لون بتميل ليه؟ انا كتبت في كل اللي انت قلتيه ده. لكن ايه اللي بتبقى حبه اكتر او اللون الاقرب ليك؟ اللي هو الاجتماعي. الاجتماعي. ده اكتر لون بتبقى مرتاح وانت بتعمله. قولي رمضان بتقضيه ازاي دلوقتي؟ زي بقى اي واحد ما يعني جاي لسه حريص على لمة العيلة الاصدقاء ولا لا؟ ولا رمضان بيعدي هادي؟ لا بيعدي هادي يعني. انا اصلي عندي يوم بيبقى يوم الجمعة ده ان انا لازم اجتمع مع اخواتي. يعني 8 يبقوا نبقى موجودين يعني لحد دلوقتي. لحد دلوقتي يا رب. ونتغدى مع بعض واخويا الكبير بقى قعد غاوي مزيكا زيي، مزيكا كلاسيك، نقعد نسمع مزيكا كلاسيك ونتناقش فيها وحاجات زي كده. بتحب تسمع المزيكا الكلاسيك؟ ايوه. وبتحب تسمع مين من المغنيين؟ قدام ولا جداد؟ ام كلثوم. ام كلثوم. باقي على العهد يا استاذ مصطفى. يعني تستحق. يعني ده عن ايه؟ ان الواحد بيعمل زي ما تقول سكاننج كده للموجودين وبيختار احسن حاجه. فلقينا الست دي فعلا عظيمه. ما جاش زيها. اكيد. البعض شايف انه واحنا كده في رمضان، البعض شايف انه فكره ال 30 حلقه كتير، والبعض التاني شايف لا ان ده سمه رمضان وان ده يعني اصبح تقليد رمضاني، المسلسل يبقى 30 حلقه. بالنسبه للسيناريست، فكره انك تحط مسلسل في 30 حلقه ده بيعمل اي نوع من القيد بالنسبه لك ولا لا؟ ولا ده امر سهل ممكن السيناريست يقدر يتعامل معاه؟ مش كل موضوع يصلح. وفي موضوع مش يصلح ل 30 ل 60 ولل 90 وبتاع، على حسب الموضوع. انما تيجي مثلا موضوع تقول اعمل الموضوع ده 30 حلقه، ممكن اقول لك لا ده ما يستحملش غير 10 حلقات. فهي دي النقطة. آخر حاجة هسأل حضرتك فيها، الفيلم الخاص بجماعة الإخوان هو ده اللي بتتكلم عنه؟ المشروع اللي بتتكلم عنه؟ لا مش هو. في عمل بتعده عن جماعة الإخوان الإرهابية؟
وده امتى يخرج للنور يا استاذ مصطفى؟ بنحاول نلاقي له تمويل، وده فيلم كبير يعني. بيتناول اي فتره في تاريخ جماعه الاخوان؟ هو الفتره الحاليه وبنتكلم فيه عن غسل المخ. عن اسلوبهم في اختراق العقول. انا بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحياتك طيب، الكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ مصطفى محرم، ورمضان كريم على حياتك وكل الاسره، وبجد بشكرك على كل هذا الحوار. الله يخليك، والله اكرم. شكرا لحضرتك وبشكركم، ان شاء الله اشوفكم في مواجهه جديده، الى اللقاء.